أستاذة غادة حسن المعلمة المصرية اللي حصلت على يعني عدت بقى ولا حصر جائزة أفضل معلم منجز ومبدع لعام 2021 من مؤسسة إيديوكوز للدارسين والباحثين وجامعة كازموس الدولية بالهند. دي جائزة بتمنح للمعلمين اللي ليهم شغف بتطوير التعليم ودمج التكنولوجيا بالعملية التعليمية. في عندنا كمان هي مدرب معتمد لعدد كبير من المنصات التعليمية الخاصة بدمج التكنولوجيا بالتعليم وسفير كمان لهذه المنصات زي منصة ويكلت، منصة صوت الطلاب، منصة نيربود، منصة ميرج، كتير وكتير. كمان بتمثل مصر في عدد من المؤتمرات، مؤتمر الفصول المشتركة اللي عقد في انجلترا في 2010 وفي الكويت عام 2011، ده برضو تحت مظلة المجلس الثقافي البريطاني بالقاهرة. حصلت كمان أستاذة غادة على جائزة المدرسة الدولية والعمل كمنسق ليها في 2018 أو من 2018 ل 2021، دي تابعة للمجلس الثقافي البريطاني. كلام كتير وجوائز ومحتاجين نفهم ونتكلم أكتر ونبارك ونهني طبعا بكل تأكيد. أهلا وسهلا بحضرتك يا ميس غادة. أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك، سعيدة بوجودي معاكم وإن شاء الله يعني أحاول من خلال اللقاء بتاعي أنقل الخبرة ولو بسيطة لزمايلي اللي بيتفرجوا عليا دلوقتي. احنا أسعد ومبسوطين بيكي جدا جدا. ألف ألف شكر لحضرتك. ربنا يخليك. احنا محتاجين نفهم الأول يعني مدرسة لغة إنجليزية في مدرسة مصطفى كامل التجريبية بمحافظة مصطفى كامل الرسمية المتميزة للغات ماشي بمحافظة الأيوبية. أيوة. إزاي وصلت وعدت بقى كده في كل الحاجات دي؟ والله هو الواحد بيبقى عنده شغف بأن هو يطور من نفسه ويعرف جديد. يمكن أنا من قبل ما أشتغل في وزارة التربية والتعليم وكنت يعني طالبة في كلية التربية كنت دايما بحب أن أنا أقدم حصتي بطريقة مختلفة. يمكن ما كانش فيه يعني هذا المتسع من أدوات التكنولوجيا المتاحة دلوقتي، ولكن كنت دايما أقعد أفكر وأجهز حصتي من بالليل، عايزة أظهر بشكل كويس، يعني عايزة أخلي الطلبة تحبني. فبعد ما اتعينت في وزارة التربية والتعليم يعني بدأت أن أنا أطور من نفسي، يعني كنت حابة دايما أن أنا أقدم حصتي بطريقة مختلفة بطريقة مش تقليدية. فالحمد لله جات لي فرص وطبعا يعني حاولت ان انا يعني استفيد منها قدر الاستفاده. اشتغلت في مشروع اسمه Education with Intel او Intel to Learn، Intel المزيد من التعلم، هو برضو مشروع اشتغلت فيه تابع لوزاره التربيه والتعليم، والحمد لله كنت مدربه فيه، دربت فيه عدد كبير من المعلمين سواء في ادارتي في اداره بنها او في ادارات اخرى في محافظه الأليوبية. هو الفكرة طبعا من المشروع ده ان هو كان بيطبق برضو التكنولوجيا في التعليم ولكن بطريقة بسيطة او يعني مش بالمستوى اللي احنا موجودين فيه دلوقتي او مستوى التحول الرقمي اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي. بعد كده الحمد لله برضو سافرت اسكتلندا بعثة تابعة لوزارة التربية والتعليم لمدة 3 شهور ودرست في جامعة إدنبرا، كانت من اجمل الخبرات اللي انا مريت بيها الصراحه. بتشوفي دول تانية، بتتعرفي على ناس تانية، اكيد كان في صدمه حضاريه في الاول بس يعني في نهايه الثلاث شهور ما كنتش بصراحه عايزه ارجع، يعني بصراحه كانت تجربه جميله جدا. بس رجعتي بحاجه وبخبره أكيد لينا بقى احنا هنا ولولادك اللي بتدرس لهم. اكيد يعني رجعت بحاجات حلوه حبيت ان انا برضو اطبقها مع زمايلي في المدرسه او مع اي حد او اي مدرس انا بقابله في مجتمع او في كوميونتي او في تدريب. فيعني حاولت ان انا برضو انقل الخبره دي، اهم حاجه يعني انا بتكلم في النطاق العام ان انا لما باخد شغل او يعني باخد لقب او كده انا بحاول ان انا انقل خبرتي للزملاء. يعني بعد كده الحمد لله تم ترشيحي ان انا اشتغل في مشروع اسمه Connecting Classrooms او الفصول المشتركة. المشروع ده كان تحت مظلة المجلس الثقافي البريطاني وتم ترشيحي من ادارة المدرسة مع مجموعة من الزملاء برضو جوه المدرسة. المشروع ده قائم على ان انا بعمل partnership او شراكة ما بين المدارس الموجودة في مصر والمدارس الموجودة في المملكة المتحدة. فالحمد لله سافرت في 2009 انجلترا ومثلت مصر في المؤتمر. المؤتمر كان يعني كان دعوة للمدرسين كتير جدا مش بس في المملكة المتحدة، كمان في دول عربية التقينا مع الزملاء المدرسين الأجانب. الفكرة كلها ان انا يعني بقعد مع الشريك او البارتنر اللي موجود معايا بحط خطة عمل او خطة للأنشطة. الأنشطة دي طبعا لازم تكون نابعة من المناهج، يعني انا باخد فكرة معينة الطالب بيدرسها في الكتاب المدرسي بتاعه وببدأ ان انا احولها لنشاط. فمثلا كنا بنتبادل بعض الطرود ما بيننا وما بينهم، الطلبة كانت بتعمل سكايب ميتينج مع الطلبة هناك
بيبداوا ان هم ينقلوا خبره، بينقلوا جانب من الحضاره المصريه، من الثقافه المصريه. وطبعا ده يعني الفكره مش ان انا بنقل خبرتي او بنقل بلدي، لا، انا دلوقتي انا عايزه اربي طالب عنده قدره ان هو يواجه وان هو يتكلم وان هو يكتسب لغه وان هو يتعامل مع الشخص الاخر اللي هو غريب عنه ويتعرف عليه، ان هو ينفتح على العالم. يعني انا ببني شخصيه، مش مجرد ان انا بقول له قوم بالنشاط ده او قول الاسئله دي او جاوب على الاسئله دي. هي الفكره كلها ان انا عايزه يعني مهارات تواصل، مهارات بتبني التواصل شخصيته، بتأهليه بعد كده بالظبط. فطبعا يعني كان بيبقى في بعض الانشطه احنا بنقوم بيها، وبعد كده بيتم تبادل الانشطه دي سواء عن طريق الطرود او عن طريق اللقاءات يعني عبر الانترنت. الحمد لله برضو حضرت الاصدار الثاني او الفيرجن الثاني من المؤتمر، مؤتمر كونكتنج كلاس رومز في الكويت، وكان لي ورشه عمل هناك مع زميل عزيز جدا الاستاذ سامح شتا، حابه اذكر اسمه لان هو بصراحه من الناس المحترمة اللي علمت فيا جامد وعلمني حاجات كتيرة. يعني طبعا يعني كل الكلام ده أنا بحس إن أنا يعني بيبقى فيه مسؤولية عليا، أنا لازم أطور، لازم أغير، لازم يعني يبقى في كوميونيتي كده جوه المدرسه بيحبوا التغيير اللي احنا بنسميهم سفراء التغيير. طب ما دام انت بتقولي عايزه اغير واطور، انت شايفه ازاي التعليم في خلال الكام سنه اللي فاتوا؟ لما قلنا لا مش عايزين حفظ وتلقين وصم، وعايز الطالب يفهم ويدور بالزبط. وتبني شخصيته والكلام ده كله، والتعليم عن بعد ومع كورونا واستفدنا من التحول الرقمي، انت اشتغلتي الكلام ده قبل بكتير وسافرتي بره، فشفتي بره الكلام ده بيتحقق. فانت لما شايفه الدنيا دلوقتي في البلد والتعليم، انا اعتقد ان كورونا كان ليها تاثير ايجابي كبير جدا على يعني في مجال التعليم. يعني خلتنا مضطرين ان احنا نستخدم منصات التواصل. ان انا ببساطه جدا بعمل لينك بسيط جدا، بدعو كل الناس تدخل على اللينك ده من خلال منصة جميلة جدا برضو تابعة لشركة مايكروسوفت، منصة تيمز، واعتقد ان يعني في ناس كتير بتستخدم المنصة دلوقتي. فاصبح العملية سهل، اصبح التواصل والتلاقي سهل جدا. يعني انا في مصر، في ناس تانية في دول عربية، في دول اجنبية، بندخل الاجتماع ده او المؤتمر ده بنبدأ ان احنا نعرض خبراتنا ونتناقل الخبرات ونتناقش مع بعضنا، فدي يعني نقطة جميلة جدا.